بما دخلوا ان شاء الله المتشبعين ديالهم بداو عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. واحد القضية اللي هزات كاع المغاربة اللي هي قضية القتل ديال واحد الشاب زاكي المعروف بالحسن ديال السلوك ديالو مع الساكنة مع الناس مع كل شيء. معنا الآن الأب ديال هاد الشاب اللي غيحكي لنا تفاصيل ديال الواقعة اللي وقعت الابن ديالو. واحد كانوا جوج اشخاص، واحد تم الايقاف ديالو من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينه بمنطقه الدروه، والاخر مازال هربان. يعني هو عنده جنسيه هولنديه الاخر، الشخص الاخر ياك الحاج كيقولوا من هولندا ما عارفينش الحقيقه. عاود المشاهدين الكرام عاود التفاصيل من الاول من الواقع. السلام عليكم اخوتي المغاربه، والله يحفظكم جميعا والله يسركم. وراه كنطلب من الله اخوتي المغاربه ومن صاحب جلاله ومن الحرام ومن سامي وكيل العام ومن سيدنا الله ينصره يبقوا معايا. رانا واحد الانسان فقير وعندي ولد واحد قتلوه ليا، قتلوه ليا. كان معهم في السياره دو اصدقاء ديالو، كانوا في السياره زيدوا في كلام ولاو قاتلينو يضربوه. جاو الدار البيضاء هادي على ما كيحكي الناس ديال الدرك الملكي، مشاو عند كلينيك، خرج واحد المسؤول ديال المصحه جا السياره قال لهم هذا الانسان راه ميت. هذا هما ملي قال لهم راه رحل على الدنيا ميت، خافوا زادوا الطوموبيل هربوا بالسياره داو لاحوف ولاد سعيد. يمنحوا ولاد سعيد جاب الله داك الف احترام للدكاتره والناس المثقفين والرؤساء الاوفياء. عيط للشرطه هاد السيد هذا الطبيب قال لهم السياره انا واحد السيد راه ميت وقال لي راه ميت راه هرب بالسياره به. جاب الله علمه الامن الحمد لله عبر المغرب يمشدوا الدرك الملكي ان الامر هذا اللي دار الرساله عطاه الميساج يعني عبر المغرب. والحمد لله مش محنوا مع الدرك الملكي حتى جابوا رجال مطافي هرسوا الباب ولقاوه جامع الساكي وكان بغى يحرق وقتلوه. ودابا راه باقي واحد كيقولوا من هولندا وجا هو اللي باقي هربان باقي ما اعتقلوش. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن صاحب الجلاله ومن الحرام ومن السامي وكيل العام ومن سيدنا ومن خوتي المغاربه، وكنطلب من السامي من وكيل العام وكنطلب من حرامو يحول لي هذا الملف للدرك الملكي دو مارس. انا كنزوق في الله سبحانه وتعالى وخوتي المغاربه وسيدنا وحرامو ووكيل العام يحول لي الملف ديالي لدو مارس. واحد القضيه بغيت نسولك. نعم. الحاج هي القضيه ديال الابن ديالك. نعم. من ديك الساعه فاش مات شحال المده باش عرفوا انه راه مليوح في ديك البلاصه مقتول؟ قال لك يعتقلوه هذا مشى هذاك اللي اعتقلوه هو اللي مشى قال لي المكان فين لاحوا. هو ديك الساعه كانوا لايحينو لايحينو هذاك اللي مشى. وقع هذا الشيء شحال تقريبا دار؟ وقع نهار السبت. هذا السبت هذا اللي دار؟ هذا السبت اللي دار مشى لقاوه؟ مشى لقاوه؟ لقاوه نهار الحد. ولكن واحد الفيديو اللي شفناه داير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي هو واحد المباشر اللي كان دايرو الابن ديالك قبل ما يموت. كان معاهم في السياره. كان معاهم في السياره ودار بحال بحال حالة نقاش وكيداونوا عليه. راه شاهد هذا. نعم. كيداونوا عليه. راه كان راه يجوا خوتي المغاربه وكلشي. انا راه ما نظلم حتى شي حد. راه هذوك ولادي وكلشي المجتمع المغربي راه وليداتي. راه ولدي مشى ما عندي ما عندي حتى ولد عندي بنت. راه كلشي ولاد المغاربه راه وليداتي. راه هادشي اللي داروا عليا الله يحفظهم والله يرضي عليهم اهل الشمال وعندك الذروه وكلشي. داكشي اللي داروا على ولدي راه سكتوني سكتوني مساك الله يخلف عليهم. راه عمي وخويا والناس ديال زنقة الشمال قصرية السعيدي كلشي مساكن وقفوا راه بكاوني في القبار. قلت لهم راه ولدي مات ولكن راه خلى ليا خوتو بزاف الله يخلف عليهم جميعا. وكنطلب من صاحب الجلاله ومن السامي ومن وكيل العام يحولوا لي الميل في دوماس وما تضيعونيش بالحق ديالي. تبردوا لي القلب ديالي. واش وتصور من المسؤولين كنطلبوا نعطيكم هاد الصوره هادي وهاد الكلام. اي مسؤول الابن ديالو وقع ليه شي حاجه غيسمح. ولكن واخا باكم عبد الاله كحيل فقير ودرويش ما كانش حتى حد ما تضيعونيش بالحق ديالي. تشدوا لي الحق ديالي. كنطلب من الامن ومن
مبارك من كل شيء، من المقاطعات من كل شيء ضامنه معايا. ما تضيعوش لي الحق ديالي، راه ولدي هذاك هو الواحد اللي عندي. واخا كل شيء بقاود خوتو اللي بقاو الاصدقاء الحقيقيين هاد ولاد الحلال، قول لي حنا ولادك مساكن وكاولي عليها، ولكن بغيت الحق ديالي. كنتو من الحرام ومن صاحب الجلالة ومن سامي وكيل العام يحول لي الملف ديالي لدوماس. وكنشكر رؤساء الأوفياء وكنشكر الناس اللي كيحافظوا على الحقوق ديال المواطنين المغاربة. ما هي الديمقراطية وهي المساواة؟ خصها واحد ما يضيع. والسلام عليكم. كان مرضي. كان مرضي الله يرضي عليه. راه فيديو درتو لي في المقبرة وقدام خوتي المغاربة ووليداتي، راه كتشهدوا دنيا وآخرة. أنا راضي على دنيا وآخرة، راه مرضيك والله يرضي عليا وعلى ولاد الجميع. وقدام راه نتوما كاع وليداتي راه كتشهدوا. راه كان مسكين قال لي الأمنية ديالو، كيقول الأصدقاء ديالو خوتو وليداتي تا هما الأمنية ديالي نصيفط الوالدة والوالد الحج، ولكن وهدى لي هاد الكلام مع الأصدقاء ديالو بحيازو. وأنا بغيت لي جنة الفردوس، بغيتكم مع الخلفاء الراشدين والله يدوزو هو المسلمين في رحمة الله. حنا مزاوبين في الله، الله يدوزك الرحمة. شنا الحاج واحد الفيديو ديال داك الشخص اللي من هولندا اللي مازال دابا هربان كيقول عندي مكانة ب 180 مليون وبينها في اللايف وبينها شحال حاجة. واش هاد الشخص عنده الفلوس ولا شنو؟ واش الله أعلم. راه كاين اللي كيخدم على كتافه وكاين اللي كيخدم مسائل خارجة على القانون. هادشي راه عارفين اخوتي المغاربة، ماشي غنتفلسف عليهم ولا نوريهم، راه عارفين. راه الحلال مبين والحرام مبين، راه اللي بغى يتعامى. وأي إنسان دار حسنة، راه كنقول لخوتي المغاربة والمسلمين، يحس براسو دار حسنة. دار سيئة راه كيحس براسو دار سيئة. إذا مشاهد سير الحاج كمل. وكنقول حق الشباب الله يهديهم كاملين، راه كاع وليداتي بعدوا على الجرائم. راه نتوما كاع خوت وراه كاع ولادنا. راه ما كنبغيش انا لا في كرة القدم ولا في حاجة، راه كاع كون راه كاع خوت. راه ضربتي شي حد، راه بحالك بحال ولد الأم ديالك بحال الأم الآخر، تحسوا بالآخرين. الله ينزل الحب والعاطفة من عند الله في القلوب ديالكم، والله يساويكم كاملين الخير، والله يعطيكم شي مستقبل زين، والله يحفظ صاحب الجلالة، والله يحفظ الجميع والناس اللي يقفوا معايا في الكنازة. عمي وخويا وخوتي وولاد وليداتي في زنقة الشمال، حسن وعزيز وكل شيء الله اللي نسيت الاسم ديالو نعتذر ليه. راه كاع الله يرضي عليكم كاملين، والله يخلف عليكم كاملين. راه ما عندي انا والو، كان بخيراتكم انتوما باش واقف باكم عند الإله، باش بخيراتكم باش واقف. الله يخلف عليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والله ينصر سيدنا والله ينصر كلمته الحق. اذا مشاهدينا الكرام كما لاحظتوا معنا، هذا هو الاب ديال الشاب زكي اللي قتلوه في منطقه الدروه ولحوه في ولاد سعيد. المطالب ديالو واضحه.